تقع سويسرا في قلب أوروبا. إنها بلد صغير وكبير في آن واحد، صغير بمساحته لكنه كبير بجمال طبيعته. وكتنوع اللغات والثقافات فيه، تتنوع فيه المناظر الطبيعية أيضاً. من جبال الألب الشامخة إلى الغابات الكثيفة، مروراً بالأراضي البور الغامضة والشلالات الهادرة. لسويسرا وجوه عدة، بعضها مألوف وبعضها خفي. فسويسرا بلد غني بتنوعه وبراريه ومناظره الخلابة. في السفوح الجنوبية لجبال الألب، على مسافة 3.5 ساعة فقط بالسيارة من بازل، تقع تيتشينو، الجيب السويسري على الحدود مع إيطاليا. يمتد الكانتون الجنوبي لسويسرا من السلسلة الألبية الرئيسة إلى وادي بو في شمال إيطاليا. تيتشينو موطن لكل مناطق الغطاء النباتي في البلاد، ما يجعلها زاخرة بالتناقضات الكبيرة. فمن أشجار النخيل إلى الأنهار الجليدية، يصعب أن يتواجد تنوع في الأشكال والألوان أكثر مما هي عليه هنا. فمثل جدار عظيم، تمنع جبال الألب البرد من الوصول من الشمال، وهكذا يتميز المناخ في الجنوب بكونه متوسطياً تقريباً. فيما لا تزال أجزاء أخرى من تيتشينو مغطاة بغطاء كثيف من الثلوج، يكون الربيع قد سبق وحل حول بحيرة ماجيوري. إنه فصل الحواس جميعاً، تتفتح الأزهار في مجموعة واسعة من الألوان، وتنشر فصائل زهرة الكاميليا المتنوعة عبيرها الساحر في الأرجاء. أزهار الماغنوليا قد تفتحت تماماً أيضاً، وهي من أقدم النباتات في العالم، إذ ما تظهره الحفريات النباتية أنها تعود إلى العصر الطباشيري. رغم أنه ليس لديها رحيق، فإن هذه الأزهار تحمل حبوب لقاح مغذية تجذب النحل الذي يحصدها بجد وسط متاهة من المدقات. بحيرة ماجيوري، خمس البحيرة فقط تابع لسويسرا، والأخماس الأربعة الباقية تابعة لإيطاليا. ما تشترك فيه تيتشينو مع سويسرا هو القانون الفيدرالي والفرنك السويسري ومستويات الأسعار، أما كل شيء آخر فهو إيطالي، اللغة والمأكولات والثقافة وطباع الناس. خلال العقود الماضية، جذب القرب من لادولتشي فيتا والمناخ المتوسطي المال إلى أحد الكانتونات الفقيرة للغاية، واليوم تقف الفيلات الفخمة شاهدة على الثروة التي هبطت على المراكز السياحية في أسكونا ولوغانو. والقاعدة هي كلما اقترب الموقع من الماء كانت ميزاته أكثر خصوصية، إذ لا يستطيع الجميع تأمين وصول مباشر إلى الماء. طبعاً هذا بالنسبة إلى البشر. لكن على مرمى حجر من الفخامة والرفاهية، ثمة طبيعة بكر في الانتظار. بولي دي ميغادينو محمية واسعة. هنا يصب نهر فيرزاتشا وتيتشينو في بحيرة ماجيوري، والأهوار موائل مهمة للحيوانات.
الأماكن التي يمتزج فيها الماء بالأرض مثالية للبرمائيات والزواحف. يسبح ثعبان النرد غير المؤذي ويصطاد في المياه ويتوقف من وقت لآخر للاستمتاع بدفء الشمس. سلاحف النهر أيضاً تحب الشمس. انتهى المطاف بهذه المخلوقات الرائعة بشكل خارج عن إرادتها، إذ حررت بشكل غير قانوني في البرية وهي الآن تسكن هذه الأرجاء. تعتبر بولي دي ماجادينو في المقام الأول جنة الطيور، سواء المهاجرة أو المتوطنة هنا، مثل البط الغواص الشائع والغطاس المتوج الكبير، وقد لوحظ وجود أكثر من 300 نوع منها هنا. تعج المستنقعات بالحياة في مواسم التزاوج، وتتميز باندلاع معارك يومية في أرجائها من أجل العشب وبناء الأعشاش. تبني طيور الغطاس المتوج الكبير أعشاشها العائمة، الكثير منها يرتكز على الماء وغيرها مربوط بجذوع الأشجار. بناء الأعشاش عمل جماعي، وخلال موسم التكاثر لا يتخذ طائر الغطاس المتوج الكبير إلا زوجة أو زوجاً واحداً، ويبني الزوجان عشهما المصنوع من الأغصان، وتوفر الطحالب والأوراق بطانة مريحة للبيوض، لكن التكاثر لا يحدث من تلقاء نفسه. بدأت بالفعل عملية تكاثر طيور البط البرية على قدم وساق. كما هي الحال غالباً في عالم الحيوان، يمكن للأمور أن تكون صعبة، إذ تغرق بعض طيور البط أثناء عملية التزاوج، لكن لحسن الحظ ليس هذه المرة. أما طيور الغطاس فهي أكثر أناقة، إذ تبدأ بمرحلة من المغازلة، وهذا يتبع طقوس رقص متقنة. هز الرأس وارتعاش الريش مجرد بداية. على كل منها أن تثبت أولاً أنها والزوج متوافقان. في الفصل الثاني من العرض يبدأ تسليم الهدايا، وإذا قبلت هذه الهدايا يمكن للزوجين أن يبدأ الرقص مباشرة. مع اقتراب المساء يحل الهدوء في بولي دي ماجادينو مجدداً، هدوء يمكن أن يجعل المرء ينسى وجود البشر معه تقريباً. ولكن في الليل ومع الأضواء المنعكسة من بحيرة ماجيوري يظهر كم هي مكتظة بالناس هذه المنطقة. عدد سكان لوغانو هو 16,000 شخص فقط، لكن في موسم الذروة يتضاعف هذا الرقم 4 مرات. تنتشر على ضفاف البحيرة الكثير من الفنادق، حيث إنها وجهة سياحية مرغوبة منذ عقود. المتنزهات المشمسة على طول ضفاف البحيرة، المقاهي والأزقة الضيقة الخلابة تدعو الزائرين للتجوال. الثقافة والشاطئ والجبال، بقعة رائعة لقضاء الإجازة للجميع بما في ذلك كل العائلة. إنها زاوية تستخدمها شركات السياحة لجذب السياح لتصبح السياحة من أهم الصناعات في تيتشينو. من الناحية الجغرافية تمثل بحيرة ماجيوري أدنى نقطة في جنوب سويسرا، وفي منتصف البحيرة ثمة جنة عائمة، إنها جزر بريساغو.
تخزن المياه المحيطة دفء الشمس وتطلقه خلال الشتاء، ما يجعل المناخ شبه استوائي في أغلب أوقات السنة. تستفيد الحدائق النباتية الواسعة في الجزيرة الرئيسة إلى أقصى حد، وقد يلمح المرء بعض الحشرات بين النباتات. بحر من زهور الرندرة في منطقة صيد هذه السحلية، يمكنها تحديد فريستها فور تحركها، وحين تقع عين الصياد على الفريسة لن تستطيع الهرب. تستمتع السحلية بنسختها الخاصة من لا دولتشي فيتا، من الصعب تخيل ذلك اليوم، لكن في بداية القرن الماضي كانت تيتشينو تعاني بشكل منتظم من المجاعة. تعني هذه العزلة أن الصناعة والسياحة لم تصل إلى هنا قط، وقد جعلت التربة القاحلة الأرض في هذه المنطقة غير صالحة للزراعة، والأودية في المناطق النائية كانت تعاني بشكل خاص من الفقر المدقع. كان كنز تيتشينو الحقيقي دائماً كامناً في جمال مناظرها. على بعد 50 كيلومتراً من لوغانو فإن وادي ماجيا هو مثال مناسب. يستنزف نهر وادي ماجيا معظم ما في جبال الألب في تيتشينو، وفي طريقه إلى بحيرة ماجيوري ينقل معه كميات كبيرة من الماء إضافة إلى الحصى والرمال. وهذه الصنفرة الطبيعية تبرز الأنماط الفردية والأخاديد وتلال الصخور. يعد وادي ماجيا أحد أوسع المروج في تيتشينو، والضفاف الحصوية الواسعة والغابات السهلية تنشئ بيئة حيوية غنية. كل أنواع السحال المحلية الأربعة في سويسرا موجودة هنا في تيتشينو، وأكثرها شيوعاً سحلية الحائط التي تشتهر بخبرتها في التمويه. السحلية الزمردية القزحية اللون هي الأكثر لفتاً للأنظار، إنها أكبر السحال المحلية، وهي سعيدة جداً بدفء تيتشينو. مثل جميع الزواحف، لا تستطيع السحالي تنظيم درجة حرارة أجسامها، لذا عليها أن تدفئ نفسها تحت الشمس بانتظام، وتعتبر الصخور الدافئة مناسبة لذلك، وهناك الكثير منها بجوار النهر. تتكاثر الحشرات على الماء أيضاً، لذا هناك وفرة من الغذاء للسحالي، وهذا يجذب طائر أبي فصادة أيضاً. إنه بهلوان هوائي استثنائي، لا توجد حشرة آمنة بوجود أبي فصادة، وهو يحتاج إلى الكثير منها حيث تنتظره صغاره في العش. لا يزال ريش طائر أبي فصادة الصغير هذا بني اللون، لقد نما ريشه بالفعل، لكن عليه تعلم استراتيجيات الصيد. تريه الطيور البالغة كيفية فعل ذلك، لا سيما كيفية عدم حشو المنقار كثيراً.
في الأيام الحارة تغري المياه الفيروزية الكثير من الناس للسباحة، لكن لهذا أخطاره، فبعد الأمطار الغزيرة يمكن لمستوى المياه أن يرتفع بسرعة بحيث يتحول نهر ماجيا إلى نهر جارف، ويكلف خطره غير المتوقع الكثيرين حياتهم. لكن لحسن الحظ فإن قوة المياه تظهر بطرق أخرى. على مدى آلاف السنين صقل النهر الأرض والحجارة على طول مساره، وحجارة وادي ماجيا تستخدم لتزيين الأرضيات في جميع أنحاء العالم. عند التوجه شمالاً بعيداً من بحيرة ماجيوري تصبح التضاريس أكثر وعورة وعزلة. أبعد الكثير من السكان من هذه المنطقة الوعرة، فخلال القرن التاسع عشر هاجرت قرى كثيرة من هنا إلى أمريكا، لكن بعد عقود من الزمن عاد المهاجرون بثرواتهم، ما أسهم بشكل هائل في التنمية الاقتصادية لتيتشينو. لم تفتقد الطبيعة وجود البشر، إذ نمت غابات بدائية في الجبال بفعل الطبيعة. تنمو الزنابق البرية خصوصاً في الأراضي الرطبة تحت الأشجار الظليلة. هناك صوت مميز لتيتشينو، إنه هدير الشلالات، بعضها لا يظهر إلا في الربيع عند ذوبان الثلوج، وبعضها يستمر في الهدير على مدار العام. شلال فوروغليو في فال بافونا على سبيل المثال يهبط من على ارتفاع 100 متر على وجه صخرة. تتكون قرية فوروغليو التي تحمل اسم الشلال من بيوت صخرية. إنها واحدة من القرى الاثنتي عشرة في فال بافونا، الوادي الذي لا يسكنه أحد إلا في الصيف. ففي القرن الخامس عشر أخلى آخر المزارعين هذه الأرض، وحتى يومنا هذا لا يعودون إلا في أشهر الصيف الدافئة لرعي مواشيهم. واحدة فقط من هذه القرى دخلتها الكهرباء، أما بقية القرى فتستخدم الغاز والوقود والألواح الشمسية عند الضرورة. هناك طاقة كافية لتلبية احتياجات الجميع، نصف الكهرباء المستخدمة في سويسرا تأتي من الطاقة الكهرومائية. لاغوريتوم، وهي في الأصل بحيرة متجمدة، تحولت إلى خزان خاص بهذا الغرض قبل مئات عام. ينابيع لا تعد ولا تحصى تحمل المياه من الجبال وتضمن امتلاء البحيرة دوماً. لاغوريتوم واحدة من 28 بحيرة جبلية في فالبيورا، أكبر هضبة عالية في تيتشينو. إنها على ارتفاع أكثر من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتشكل موطناً لمجموعة فريدة ومتنوعة من النباتات الألبية. بحر من الأزهار، من زنبق سان برونو الأبيض إلى شقائق النعمان الألبية، وخصوصاً في الصيف حيث تتلون الحقول وتصبح جناناً مغذية للحشرات والفراشات. والنمل أيضاً مولع بحلاوة النباتات، فهو يجمع الرحيق من مبايض النباتات، ما يساعد على تلقيحها أيضاً.
نبتة المخلدة تتواجد أمام الحدائق عادة، وهي لا تطلب الكثير وسهلة النمو، وثمة خرافة رومانية تقول إنها تحمي البيوت من السواعق. وثمة ظاهرة أخرى ليست خرافة جذبت العلماء من كافة أنحاء العالم إلى وادي بيورا، حيث وجدوا خلال دراساتهم لعينات من بحيرة كادانيو أن فيها ميزة فريدة، حيث فيها طبقتان منفصلتان من المياه لا تختلطان أبداً. تعج الطبقة العلوية بالأكسجين وبالحياة، لكن قاع البحيرة منطقة مقفرة مليئة بالكبريت. وقد ألقت الدراسات المذكورة على البحيرة الضوء على كيفية تكون النفط الخام تحت المحيطات، وهو اكتشاف عظيم في بحيرة صغيرة. ظل الغطاء النباتي المتنوع في وادي بيورا دوماً موضوع بحث وتوثيق طوال قرون، وتعود السجلات الأقدم إلى القرن السابع عشر. لكن النظريات العلمية لا تهم الحيوانات المقيمة في الهضبة، كل ما يهمها هو الأمور العملية، والتي تعني بالنسبة إليها أن القيمة الغذائية العالية للنباتات الجبلية مناسبة جداً لحيوان المرموط. تقضي حيوانات المرموط أغلب وقتها في الأكل، وهي مستعجلة، فأمامها الصيف الألبي فقط لتكون طبقة دهنية تخزن احتياجاتها خلال الشتاء. إنها لا تخاطر بالابتعاد أكثر من 100 متر عن جحورها، فالخطر الذي يواجهها يأتي من الجو خصوصاً. لكن لا ينطبق ذلك على طائر سمنة الصخور ذي الذيل الأحمر الذي يتكاثر بين الشقوق الصخرية، تصطاد أنثى طائر الأبلق هذه من أجل فراخها. تبني طيور الأبلق أعشاشها تحت الصخور والحصى في المروج، لذا فهي الجار الودود لحيوانات المرموط. أحد الأسباب الكامنة وراء التنوع الحيواني والنباتي في وادي بيورا هو خصائصه الجيولوجية المميزة، حيث تتناوب الصخور البلورية والجيرية في نمط معين ما يوفر أرضية خصبة للنباتات التي توفر بدورها الغذاء والحماية للحيوانات. وبالقرب من أشجار الغابات الجبلية تكثر أشجار الصنوبر السويسري وأشجار التنوب، وتزدهر بسعادة بجوار بعضها البعض. وفي الناحية الأخرى من الوادي يمكن رؤية القمم الأولى لجبال ألب تيتشينو شامخة في السماء. هنا الأمر لا يزال يشبه العصر الجليدي في الربيع، وعلى ارتفاع نحو 3000 متر تظل درجات الحرارة تحت درجة التجمد لوقت طويل. لكن حتى في هذا الشتاء الظاهري الذي لا ينقطع، فإن قوة أشعة الشمس تذيب الكتل الثلجية الألبية الضخمة لبث الحياة في الشلالات والينابيع والبحيرات المتجمدة. وفيما تنمو أشجار الليمون في جنوب تيتشينو، تنمو هذه الزهور الجبلية التي هي أول ما يزهر في الربيع بين الثلوج. لزهرة الربيع الشائعة الألبية عش يحميها من البرد ويوفر لها الرطوبة. النباتات الخبيرة في التكيف فقط يمكنها أن تنمو هنا، مثل الجنطايا وشقائق النعمان الألبية. جبال الألب هي قلب سويسرا النابض، ومن بين ممرات غوتهارد يظهر شموخ هذه الجبال ومجدها. Sfugge il rapto.
التضاريس الجبلية الوعرة مثالية للوعول. يلعق هذا الوعل الملح عن الصخور، فمثل الكثير من الحيوانات العاشبة تحتاج الوعول إلى مصدر إضافي للمعادن لنموها. والواقع أنه مخطئ من يظن أنها معزولة وحدها في الجبال. من هنا يمتد ممر غوتهارد البوابة الرئيسة إلى تيتشينو. طوال قرون ظل عبور جبال الألب مسألة صعبة، وكان الأمر يستغرق 50 ساعة للوصول من بازل إلى تيتشينو على متن العربات. لكن مع بناء نفق السكة الحديدية أنشئ رابط أخيراً بين هذه المناطق وبقية البلاد، واليوم يضمن نفق غوتهارد رحلة أسرع إلى الجنوب. وقد بات ممر غوتهارد القديم تريمولا موقعاً تراثياً، ولا يزال مفضلاً لدى السياح الذين يفضلون الاستمتاع بالمناظر بدلاً من الوصول إلى وجهتهم بسرعة. يشكل غوتهارد حاجزاً ضد الرياح الشمالية الباردة، لكن الغيوم المطيرة القادمة من الجنوب تفرغ حمولتها قبل عبور جبال الألب. وهذا ما يجعل تيتشينو أحد أكثر كانتونات سويسرا رطوبة، إذ تهطل الأمطار هنا ضعف معدل هطولها في زوريخ. ومع ذلك لا تسمح حيوانات المرموط للطقس السيء بأن يتدخل في عملها الأساسي. إنها تتناول متطلباتها من السوائل مع تناولها لطعامها، أي إنها لا تحتاج إلى الشرب. ثمة خليط مناسب من العصارات في سوق هذه النباتات الشوكية، وهي ليست شائكة إلى ذلك الحد الكبير. حيوانات المرموط اجتماعية جداً، إذ تعيش في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى 20، يحيي بعضها بعضاً عن طريق فرك الأنوف، ويمكنها ذلك من التعارف واكتشاف إن كانت بينها قرابة. تحدث ألعاب المشاجرات في أفضل العائلات. ممر غوتهارد جزء من مستجمع المياه الأوروبي الذي هو إلى جانب أنهر الراين والريوس والرون، ما يشكل مصدراً لمياه نهر التيتشينو الذي يعطي اسمه للكانتون. وفي جنوب شرق الكتلة الجبلية تقع أعلى المراعي في تيتشينو، حيث تقضي الماشية الصيف بطوله في هذه المرتفعات الرائعة. لكن عدد المزارعين في المرتفعات يتناقص باستمرار، إذ أصبحت تكلفة إدارة مزارعهم مرتفعة. ونتيجة لذلك انتشرت الشجيرات وتعدت على المروج، ما يعرض التنوع البيولوجي للخطر.
ويجب إدارة هذه الأراضي بطريقة جيدة لمنع الشجيرات والأشجار من الانتشار. تعد دوترا ألب مثالاً على كيفية تعايش الزراعة مع الطبيعة في انسجام. عندما يجزون العشب مرة كل عامين، يتطوع أشخاص لمساعدتهم على الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي والحيواني. وتعتبر التربة الحمضية بعض الشيء الموئل المناسب لجميع أنواع أزهار السحلب البري. هذه المراعي البكر موطن لحشرات متنوعة. تعشق الفراشات اللؤلؤية الصغيرة الشمس، وإن كانت الحرارة منخفضة في الأسفل تتوجه نحو المرتفعات. قدراتها التسلقية غير عادية. في الأعلى تجلس الفراشة تحت أشعة الشمس، وما إن تتدفأ بما يكفي حتى تنطلق وتطير مجدداً. لكن الحياة في المروج ليست كلها مشمسة وسعيدة، فشباك عناكب البلوط شراك موت موضوعة بذكاء. عناكب البلوط كائنات صيادة من طريق الكمائن، حيث تهتز الشبكة فور أن تعلق عليها حشرة. تشل الفريسة بلدغة من العنكبوت، وفي الوقت عينه تحقن العنكبوت الفريسة بسمها الذي يحلل الأعضاء والأنسجة الداخلية ويحولها إلى لب. تلف الفريسة بعناية وتؤخذ إلى بيت العنكبوت. وعندما تشعر العنكبوت ببعض الجوع تمتص مخزون الفرائس لديها. ثمة خطر مختلف تماماً في سيلفاسيكا، أكبر غابة صنوبر سويسري في جنوب الألب، إذ كان اللصوص يكمنون للمسافرين في الطريق ويسرقونهم، لذا لم يكن أحد يخاطر بدخول الغابة، وكان هذا نعمة للأشجار، حيث قطعت أشجار الصنوبر السويسري في أنحاء سويسرا الأخرى من أجل أخشابها الثمينة، لكن في سيلفاسيكا نجت هذه الأشجار. الصنوبر السويسري الذي يعرف أيضاً بصنوبر أرولا يصمد أمام الظروف القاسية، إنها أكثر الأشجار مرونة في الكوكب، وإذا تركت وشأنها يمكنها أن تعيش حتى 1000 عام. يتدفق نهر برينر عبر الغابة شاقاً طريقه عبر الصخور نحو الجنوب. يمر النهر عبر مناظر طبيعية خلابة، ثم يمر عبر وادي بيلينو. هنالك في الجنوب ما يدعى بوادي الشمس، حيث تغمره أشعة الشمس من دون عائق. تشتهر المنطقة بأشجار الكستناء. لفترة طويلة كانت أهم أشجار المنطقة في تيتشينو، كانت ثمارها مصدراً مهماً لغذاء الحيوانات والبشر، وكان خشبها مصدراً للوقود ولمواد البناء. حتى العنب ينمو في وادي بيلينو، لكن المنطقة الرئيسة لزراعة العنب الفاخر تقع في جنوب تيتشينو.
تشتهر سوتو تشينيري بكرومها، إذ تعرف بأنها أكثر أركان تيتشينو تعرضاً للشمس، وهي تغطي المنطقة المحيطة بلوغانو بالإضافة إلى الأودية الجنوبية لمندريسيوتو. بحيرة لوغانو هي نقطة الجذب الرئيسة في المنطقة، تكونت خلال العصر الجليدي من خلال التقاء نهرين جليديين، وعندما ذابت مياههما تكونت بحيرة على شكل شوكة. على طول ضفافها تظهر قرى رائعة على سفوح التلال. موركوتو هي إحدى هذه القرى، وكانت سابقاً أحد أهم موانئ التجارة بين سويسرا وإيطاليا، ولا يزال هناك نشاط تجاري كبير حول البحيرة، وقد أصبحت لوغانو ثالث أكبر مدينة مالية في سويسرا، والحركة من وإلى المدينة نشطة. لكن خلف الجبال المغطاة بالغابات وفي سفوح جبال الألب الأخيرة ليس هناك أثر لكل ذلك الصخب. هنا في القسم الجنوبي من سويسرا تقع إحدى أبرز المناطق السويسرية غير المعروفة، إنه وادي موجيو. تشكل أشجار زان القديمة غابات كثيفة، وبالنسبة إلى بعض الكائنات ليست الأشجار الرائعة هي ما يجذبها، بل الخشب الميت. أشجار الزان الميتة عامل مهم في حياة إحدى أكثر الخنافس ندرة في أوروبا، الخنفساء الطويلة القرون. بعيداً من لونها الأزرق الصافي، فإن أهم ميزة في هذه الخنفساء هي قرناها الطويلان القادران على الاستشعار. عند ذكورها قرنا الاستشعار أطول من جسم الذكر كاملاً، وهما أهم أدوات التوجيه لديها. تحتاج أدوات الاستشعار الحساسة هذه إلى عناية شديدة. مهمة الأنثى هي البحث عن مكان مناسب لوضع بيضها، وهي تضع البيوض في شقوق الخشب الميت، ويفضل أن يكون خشب الزان. أما متوسط عمر الخنفساء الأوروبية ذات القرنين الطويلين فيبلغ بضعة أسابيع فقط، ومن ناحية أخرى يتطلب الأمر بالنسبة إلى اليرقة 4 سنوات لتتحول إلى خنفساء كاملة، ما يعني أنه من المهم بالنسبة إليها كي تعيش أن تظل حضانتها من الخشب الميت معزولة لا يشوش عليها شيء. هذه الخنفساء موجودة منذ العصر الجليدي، لكن كيف كان يبدو العالم في ذلك الحين قبل أن يسيطر البشر على العالم؟ بعض الإجابات في مضيق بريجيا. حفرت يوميات أثرية من خلال النهر. مع الوقت شق نهر بريجيا طريقه عبر الصخور كاشفاً عن طبقات وآثار تعود إلى 200 مليون عام. وهناك أحافير أخرى في الصخور، وهي توفر معلومات عن تاريخ الأرض والتغيرات المناخية عبر آلاف السنين، توضح بدقة كيفية تشكل المنطقة في الوقت الذي لم تكن فيه جبال الألب كما نعرفها اليوم موجودة أصلاً، بل كانت تحت القشرة الأرضية بآلاف الأمتار أو في قيعان المحيطات القديمة. وفي عام 2001 افتتح أول متنزه جيولوجي سويسري هنا، وعلى طول مسار بطول 1.5 كيلومتر يستطيع الزوار الذهاب في رحلة إلى الماضي. الشاهد على كل ذلك هو جبل جينيروسو، فخلال العصر الجليدي كانت قمة هذا الجبل تبرز بين الدرع الجليدية فيما يشبه نوناتاك، ويمكن وصفها بسفينة نوح، إذ هي التي مكنت الحيوانات والنباتات من الصمود هنا خلال العصر الجليدي.
تزال بعض النباتات تنمو هنا مثل هذا النوع من الفوانيا البرية. إنها نادرة للغاية ولا يمكن العثور عليها إلا في مناطق قليلة من سويسرا، وفي شهري مايو ويونيو تظهر بكامل أبهتها. وهناك كائنات أكثر شيوعاً وموجودة على مدار العام، وهي غزلان الشاموا، إذ تعيش 350 منها في جبل جينيروسو وحده. ليست الجبال الشديدة الانحدار مشكلة بالنسبة إليها، فأظلافها مرنة ذات نعل مبطن يمنحها الثقة والثبات أثناء التنقل في هذه التضاريس. أما غذاؤها الأساسي فيتكون من الأعشاب والحشائش، وهي مستعدة للوصول إلى أي ارتفاع للحصول عليها. ورغم أنها خجولة عادة، فإن غزلان الشاموا في جبل جينيروسو معتادة على البشر ويمكن رؤيتها كثيراً. وبالنسبة إلى رؤية أحد الكائنات البرية الأخرى، فإن ذلك يحتاج إلى بعض الحظ. ثمة قطيع من خيول هافلينجر البرية تعيش في جبل جينيروسو. لا تعرف هذه الخيول السرج أو اللجام. ومنذ وفاة مالكها الذي كان مزارعاً جبلياً، صارت تجول عبر مروج جبل جينيروسو. وخلال الشتاء القاسي في عام 2008 قادها الجوع إلى الوادي، ولم يسر أهل القرى هناك بظهور خيول برية فجأة في حقولهم وحدائقهم وحتى مقابرهم لتأكل كل ما تراه أمامها. كانت هناك مطالبات بأسرها أو قتلها، لكن ناشطي حماية الحيوان ناضلوا من أجلها، ومنذ ذلك الحين يقبض على الخيول وتوضع في الإسطبلات خلال الشتاء ويطلق سراحها مجدداً في الصيف. يبلغ عددها اليوم 25 جواداً. والواقع أن خيول هافلينجر قوية ولا تريد شيئاً ما دام لديها ما يكفي من الطعام، كما أنها تضمن عدم انتشار النباتات الضارة في المروج. وعلى الرغم من أن هذه الحيوانات ليست في حقيقتها حيوانات برية، فإنه يسمح لها بالحفاظ على طبيعتها البرية والاستمتاع بحريتها في الصيف إلى أقصى حد. من رموز الحرية الحقيقية في هذه الأرجاء طيور سمامة الصرود وطيور السمامة العادية، وهي تقضي حياتها في الجو. يمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة تصل إلى 10 أشهر، حيث تنام وتتكاثر وتلتقط الحشرات. تستخدم هذه الطيور التيارات الهوائية لتظل محمولة وتوفر طاقتها، وهي تهبط فقط لاحتضان صغارها. في الخريف تتوجه إلى أفريقيا حيث تقضي الشتاء. تحتاج الطيور المهاجرة إلى نقاط توقف آمنة خلال رحلتها الطويلة، وكثير من هذه النقاط توجد في بولي دي ماجادينو، وهي محمية طبيعية على ضفاف بحيرة ماجيوري. مرت عدة أسابيع، الغابات الطينية والمستنقعات باتت الآن متألقة بالألوان.
لما شمل أنثى طائر الغطاس المتوج الكبير، حيث فقصت بيوضها وانتشرت الفراخ المعروفة هنا ببولي. يمكن لزوج هذه الطيور أن يفقس حتى 6 فراخ، ولم يعش من فراخ هذا الزوج إلا واحد، والبقية ستكون فريسة للطيور أو الأسماك المفترسة. يوفر الأبوان دفقاً مستمراً من الأسماك الصغيرة للصغار، ومثل كثير من صغار الكائنات فإن شهية هذه الفراخ لا تشبع. الحصول على مهارة التغذية الصحيحة أمر صعب للغاية، فهذه الأسماك زلقة جداً. لحسن الحظ هنالك الكثير من الفرص للتدريب. وفي الأسابيع القليلة الأولى تحمل الفراخ على ظهور آبائها. طيور الغطاس طيور تعتمد على أنفسها ويمكنها السباحة مباشرة بعد فقسها. يطعم الآباء الصغار الأسماك والريش، والريش لحماية بطونها من عظام الأسماك الحادة. وتقوم الطيور البالغة بسحب جزء من ريشها الخاص لهذا الغرض. بوسع الفراخ أن تغطس مبكراً أيضاً. وبالرغم من هذه الاستقلالية فإن الحياة مع الأم أكثر راحة. ويمثل التسلق تحدياً حقيقياً. لا يمكن لريش الطيور أن يحميها من كل المخاطر، لكنه يؤمن الدفء والراحة للفراخ. لطيور الغراء ذرية أيضاً، وتكون رؤوس الفراخ بلون أحمر لافت، وهي أيضاً يمكنها الاعتماد على نفسها منذ تفقيسها، لكنها تبقى مع آبائها في أشهرها الأولى. ومستنقعات بولو دي ماجادينو ليست مثالية لتكاثر الطيور فحسب، بل للذباب والبعوض أيضاً. وهذا مثالي لطيور خطاف المخازن. فهي لا تأتي إلى هنا إلا للصيد فقط، وأعشاشها تكون عادة قريبة من البشر. وفي السابق كانت تبني أعشاشها في المخازن، وقد أخذت اسمها من ذلك. إنها بحق ملوك السماء. هنا على بعد بضعة كيلومترات من لوغانو الحيوية يمكن للمرء أن يجد عالماً مختلفاً تماماً. المناطق البرية بالقرب من المرابع السياحية والجبال الوعرة والبحيرات الرائعة، ذلكم هو ما يجعل تيتشينو ما هي عليه الآن، كانتون التناقضات.